السلام عليكم. أنا نرجس صاحبة شركة العرب التي تعاقدت مع سارتو. أريد أن أتحدث عن قضية سارتو التي انتشرت مؤخرا في العالم العربي. في البداية نحن ضحايا وليس جنة أو مرتدين. لقد كان مؤلما جدا بالنسبة لي أن أتحمل وأسمع كل هذه الأكاذيب التي نشرتها سارتو على قناتها على يوتيوب، حيث يوجد لديها أكثر من 1,000,000 متابع. لذلك قررت أن أكشف أن حقيقة للجميع بعد تعرض للضغط النفسي كبير، وليس أنا فقط فكل من له علاقة في هذه القضية أيضا. لذلك قررت أن أتشجع وأكشف أكاذيب سارة، وقررت تحميل هذا الفيديو للإيقاف ضحايا آخرين من أكاذيبها، حيث تعلمنا منها تقديم لنا أي دليل يثبت أنها مريضة بسبب العلاج الذي خضعت له في مستشفانا، لكنها رفضت تقديم الأدلة باستثناء كلامها وبكائها مستمر. ولو قدمت لنا أي دليل لكنا بتحمل مسؤولية. من الآن سأبين لكم حقيقة مع أدلة واضحة. هل سارة جو كانت ترغب بالحصول على الاعتذار فقط؟ هل قال المستشفى أنه سيحل القضية بالمال فقط؟ وهذا اللي أنا وكلت وبعد ذلك يعني صفعني في الوجه وخلاص. إن المحامي الذي ادعت سارة جو أنه المحامي الخاص بها هو في الحقيقة محامي متخصص في مساعدة اللاجئين في كوريا، وهو شخص ذو سلوك جيد وسمعة طيبة. المحامي بدأ العمل بقضية سارة جو وهو اعتقد أن سارة جو في مشكلة كبيرة كونها عربية في بلد أجنبي، ولكن بعد رؤية ما حملته سارة جو على اليوتيوب شعر المحامي بالخيانة وعرف أننا مظلومين، لذلك قدم لنا مستندات ووثائق تثبت لنا أكاذيب سارة جو. سارة جو ارتدت ملابس المستشفى وحملت صورة على الإنستغرام وكتبت سوف أخبركم بالحقيقة في الأسبوع القادم. بعد ذلك جاءت إلى المستشفى مع المحامي وأخبرها مدير المستشفى خلال الاجتماع إذا قمت بتحميل فيديو كاذب غير حقيقي عنا سوف نلجأ إلى الإجراءات القانونية لأنه حقنا، ولم يهدد سارة جو أي أحد من طرفنا قط. وفي جميع الفيديوهات التي حملتها طلبت فيها بالاعتذار من المستشفى وهي تبكي. طالبت المستشفى بتحمل المسؤولية عن الضرر الذي أصابها بدون أي دليل طبي يثبت إصابتها، وبعد ذلك أدركنا أنها تقصد بذلك النقود. وكانت قد أخبرت المحامي بالمبلغ الذي تريده قبل الاجتماع الذي أقيم في المستشفى مع المحامي. خلال الاجتماع طالبت المستشفى بتحمل المسؤولية، لذلك مدير المستشفى سألها عما تريده في البداية ولم يذكر لها أي شيء متعلق بالنقود، لأن المستشفى لا يوجد له أي نية بتهديدها أو حل المشكلة عن طريق النقود. لأنه تهدد وتهدد جنب محامي وهذا اللي أنا هل تعاني سارة جو حقا من تهديداتنا أم تقوم بتهديدنا في الواقع؟ كما ذكر المحامي في البداية لم يتم تهديد سارة جو من قبل المستشفى، وهي دائما كانت تهددنا بتحميل الفيديو وتقوم بالمقابلات عن طريق الوكالات الإعلامية لوجود لديها الكثير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. بعد تهديدات سارة جو لم نرد عليها قط إلا عندما طلبت بتقديم التقارير الطبية لها. قامت سارة جو بإرسال رسائل تهديدية في نفس الوقت الذي حملت فيه الفيديو على اليوتيوب وهي تبكي وتحاول أن تجذب مشاعر المتابعين لها، وذكرت في الرسائل التهديدية أنها ستحمل فيديو آخر ونشره على نطاق واسع لتشويه سمعتنا ما إذا لم نقم بتلبية مطالبها، وهذا ما قامت به بالفعل. هل هذه التصرفات والرسائل تدل على شخص تم تهديده وحياته مهددة؟ إن سارة جو تحرض الناس علينا عن طريق فيديوهاتها الكاذبة. بطلب أوراقي اللي أنا حقي أخذ أنا قولي لا. لماذا تدعم سارة جو على أنها لم تحصل على التقارير الطبية؟ لقد أرسل المستشفى 3 تقارير طبية قام بكتابتها 3 أطباء عالجوا سارة جو، وكل هذه التقارير موثقة تباعا للقانون الطبي الكوري، وحسب القانون الكوري يجب على المستشفى أن يحافظ على السجلات الطبية لجميع المرضى لمدة 10 سنوات، وعند رغبة المريض باستلام هذه التقارير يمكن الحصول عليها. في اليوم 10 يناير أرسلت مديرة أعمال سارة جو التي تدعى ليلى إيميل تهديدي طويل جدا ينص على أن صحة سارة جو خطيرة بدون أي دليل رسمي، وأنه تم تسجيل جميع المحادثات بيننا. كنت أروح عنده عشان أبلش العلاج بيقول لي لازم التقارير الطبية واللي هو المستشفى رافضين إنهم يعطوها لي، يعني أو بيعطوني ورقة يعني مكتوب فيها أشياء خرابيط طفل صغير كاتبها. استجابة لطلبات سارة جو قمنا بتقديم لها التقارير مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وهذه نسخة كاملة من التقارير التي تكشف أكاذيب سارة جو. وقالت سارة جو عبر الفيديو أن هذه الوثائق كتبت عن طريق طفل صغير وهذا عار تماما من الصحة. قمنا بإخبارها أن المستشفى سيرسل لها التقارير الطبية كما ينص عليها القانون الكوري،
وبالفعل قام المستشفى بإرسال لها التقارير. لماذا حصلت سارة جو على 3000 دولار من شركتنا؟ تواصلت إحدى صديقات سارة جو معنا وأخبرتنا بأن صديقتها سارة جو تريد الإقلاع عن التدخين، فسألتنا عن طرق الإقلاع عن التدخين، وبناء على ذلك تم الاجتماع بيننا. وفي الاجتماع عرفت بأنني أمتلك شركة للمستحضرات التجميلية ولدي شركة تسويق، وهي أخبرتنا بوجود وكالة إعلام تتبع لها في أمريكا ويمكنها أن تقدم المساعدة للإعلان عن المستشفى والمستحضرات التجميلية الخاصة بشركتي. في البداية رفضنا خطتها بسبب المبلغ الذي طلبته ليلى، ورغم من ذلك أخبرتنا سارة جو بأنها تتفاوض مع مديرة أعمالها الخاصة ليلى حول المبلغ مرة أخرى. بدأت علاقتنا مع سارة جو حسب العقد الموقع عليه. قمنا بدفع 3000 دولار لها بعد توقيع العقد معها، وبعد توقيع العقد طلبت سارة جو بإرسال المبلغ بسرعة وأرسلناه إليها بالفعل، ولكن بعد ذلك خالفت ما نص عليه العقد ولم تلتزم به مدعية بعدة حجج. عند كتابة العقد أخبرتنا بوجود شركة ومديرة أعمال تتبع لها في أمريكا، وقالت أنها عملت مع الكثير من المستشفيات والشركات مسبقا، ونحن وافقنا بذلك وقمنا بتوقيع العقد، ولكن سارة جو عند توقيعها للعقد معنا قامت بتوقيعه بشكل فردي بدون تدخل شركتها، وهذا الأمر يمكن أن يسبب بعض المشاكل في التأشيرة وقانون العمل. لذلك كان لابد من التأكد من هذا الموضوع، لأن العمل في كوريا بدون تأشيرة قانونية يعتبر غير قانوني، لذلك أردنا التحقق من تأشيراتها. لكن سارة جو حررت وزيفت التسجيل الصوتي الخاص بالاجتماع مع محاميها ومسؤولين المستشفى لتجعله يسمع لمتابعينها كتهديد. ما بقدر أحرك نصبه ويجي اليمين كامل، ما بقدر أحركه. الشلل نصف وجهي. لماذا لم تعلني أنك قد حصلت على حقنة بوتوكس وشد الوجه؟ هي فقط أعلنت عن الآثار الجانبية مدعية أنها بسبب معالجة تقويم العمود الفقري. في أول مقابلة معنا خططت خطتها الإعلانية بأنها ستعمل معنا بشكل خاص بها، لأنها كانت عندها خطة لإعلان شد الوجه وعلاج الرجيم في مشفى آخر بالوقت نفسه. بعد ذلك هي خضعت لعلاج التقويم في مشفانا واشتكت من الألم في وجهها مدعية أن وجهها تأثر خلال عملية التقويم، ومع ذلك بعد عدة أيام طلبت منا العلاج بحقنة البوتوكس وقدمناها لها بشكل مجاني، وبعد 9 أيام اشتكت من شلل في نصف الوجه. وقد أخبرناها إذا أصبت بهذه الأعراض فهي تخص الجلد فقط، وإن هذه الأعراض ستكون بشكل مؤقت وليس لها أي علاقة بالأعصاب. وطلبتنا سارة جو بإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي MRI للتأكد إذا كانت مصابة بسكتة دماغية أم لا بسبب الضغط على الأعصاب أثناء وقت العلاج. لذلك قمنا بإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي MRI لها على حسابنا الخاص في مستشفى آخر، وطبقا لنتيجة الفحص إنها لا تعاني من أي مشكلة في الأعصاب، بل لديها التهاب خفيف في موقع الشد بالوجه الذي قامت به بمشفى آخر، وسيتحسن ذلك مع مرور الوقت، ويمكنها أن تشعر بأن وجهها مخدر بسبب حقنة البوتوكس، وهذه كلها أعراض مؤقتة سوف تتلاشى بعد شهر تقريبا. رغم أن سارة جو تأكدت من عدم إصابتها بأي مشكلة في صحتها، فقد أخبرتنا بأنها ستجري التصوير بالرنين المغناطيسي MRI مرة أخرى على حسابها الخاص، لذلك وافقنا وقلنا لها لا مشكلة لدينا. وفي اليوم التالي بدأت بتقديم الشكاوى مدعية أن نتائج الفحص التي قامت بها مختلفة عن نتائج الفحص الأولية التي دلت على أن كل شيء طبيعي وأنها غير مصابة بأي شلل. طلبنا منها تقديم نتائج الفحص من المستشفى الآخر التي قامت به سارة جو بمفردها، لكنها غضبت وسألت عن سبب تقديم معلوماتها الشخصية لنا وقطعت المكالمة. وتعرفي مجالي وحياتي توقفت لمدة شهر وأنا ما بقدر أسوي ولا شيء. هل فعلا سارة جو لا تستطيع ممارسة حياتها اليومية بسبب الألم في العمود الفقري؟ بحس إنه هيك إنه جسمي كله واقع، بحس إنه هيك إنه جسمي كله واقع، بحس إنه هيك إنه جسمي كله واقع. هذا هو الفيديو الذي صورته بنفسها بهدف الإعلان عن المستشفى. هي قد صورت كل عمليات المعالجة في اليوم الذي ادعت به أن حياتها قد تدمرت. هريهاكو موكي تيل 아프시고요. بالنسبة لظهرك والرقبة أكثر إلمه. نعم. 그리고 목쪽의 통증이 더 심하시고. بالنسبة للرقبة فيها ألم أكثر من الظهر. صحيح. صحيح. بعد إجراء إكس راي قامت بالاستشارة مع طبيب المعالج، وقال طبيب المعالج أن حالة عمودها الفقري ليس جيدا وتحتاج إلى المعالجة كما هو موضح بالإكس راي. وقال طبيب في العادة إن أقل عدد جلسات للمعالجة هو 10 جلسات. وبعد رجوع سارة جو إلى بيتها اتصلت بنا قائلة أنها تريد أن تجري. السلام عليكم. أنا اليوم اليوم بجد طبيبة
تاني حرمت ارتعيت قال لي شنو عندي والحريق وما عرفت شنو. شكرتك يا ربي وشكرتك حمدتك يا ربي وشكرتك. شحال نتوما شحال متابعين اللي مشاو عنده قالوا له يجي يعالجني وهو جا هضر معايا باش يعالجني. فريمون انا عزيز ليا عزيز ليا ما كنحس بالعريق عزيزني انا ما كنحسش بالعريق. انا بغيتكم كاملين تمشيو عندو كلكم وتقولوا ليه شكرا تشكروه لان انا بيت هاد الشخص هذا انا حقق لي بعض الامنيه انني انا ما كنعيش بلا ريح اللي كنت كنديها. ربي كنقول يا ربي يا ربي.